وازاي ان الممول يقدر يسجل، وان هو ازاي يقدر يقوم بالاجراءات الخاصه بعمليه التكامل مع منظومه الفواتير الالكترونيه. احنا ممتثلين جدا بقرار دوله رئيس مجلس الوزراء بوقف التدريب في الوقت الحالي نتيجه التحديات والصعوبات لازمه كورونا، الا وان بننزل بنفسنا لبعض المؤتمرات وبعض الندوات، واحنا معانا كل الاجراءات الاحترازيه لنشر الوعي في كل الاماكن من خلال النقابات ومن خلال الانديه ومن خلال المؤتمرات على مستوى اتحادات الصناعات واتحادات الغرف التجاريه. كل ده احنا متواجدين بيه بشكل مستمر وبشكل متكامل، وخاصه ان احنا الفتره الحاليه فتره موسم تقديم، او احنا داخلين على موسم تقديم الاقرارات ضرائب الدخل، فبندمج التوعيه مع اقرار ضرائب الدخل مع الفاتوره الالكترونيه عشان تكتمل الصوره بشكل كبير جدا بالنسبه للممول. طيب انا جاي لي دلوقتي في ناس بتقول طب ما فيش خط ساخن نكلمكم عليه؟ اكيد في حضرتك خط ساخن 16395. كم؟ 16395. احفظوه بقى 16395. بتردوا؟ جدا. طبعا احنا عندنا مركز اتصالات متكامل بنشتغل من الساعة 8 صباحا الى الساعة 12 مساء، في كل وقت بنبدأ نشتغل. عدد من الموظفين من مصلحة الضرائب مدربين بشكل كبير جدا، بيشرف على تدريبهم ناس اكفاء بشكل كبير جدا، بشكل متتالي بيبقى فيه تدريب وبيبقى فيه شكاوى وبيبقى فيه رد على الشكاوى بشكل فعال.